بلاي. رجعنا من جديد في فير بلاي. التاس تصدر منذ قليل حكمها في قضية هلال الشاب بإيقاف تنفيذ الديسيزيون تاع الجامعة بإيقاف هلال الشاب عن كل نشاط. التفاصيل القانونية الكل باش ناخذوها من عند الكاتب العام لهلال الشاب محمد بن براهم. أستير أهلا بيك. مرحبا سيدي، مرحبا بكيف مستمعيك في الثقة. أول حاجة نقول مبروك هكا ولا؟ يعيشك سيدي، يبارك فيك، يبارك على توانس الكل الحمد لله، ويبارك للشباب بيا اللي استماتوا في الدفاع عن حقوقهم الاخر رمق. اكيد استاذ بيه، لو كان تفسر لنا قانونيا شنو هو الديسيزيون بالضبط، خاطر متشعبه شويه هي القضيه، فيها برشا من القضايا تقريبا متفرعه شويه، فسر لنا الديسيزيون هذا بالضبط شنو هو. سهل برشا، مش بالتشعب الكبير. وعنا نهار 17 اكتوبر 2020 الجامعه التونسيه تقدم صدرت قرار بتجميد نشاط هلال الشاب سماته هي ميز اونين اكتيفيتي. طعنا احنا في شهر نوفمبر في المساله هذه، واليوم صدر قرار بابطال هذا القرار الصادر عن الجامعه التونسيه لكره القدم. بقى ثم قرار اللي هو 30 ديسمبر صدرته الجامعه بعد ما احنا عملنا الميموار دابيل نتاعنا، ومن بعد ما عملنا ديكلاراسيون دابيل نتاعنا قدام التاس، صدرت قرار سماته هي سسبونسيون بروفيزوار الى حين انعقاد اسامبلي جينيرال في الغرب. احنا حبينا وعملنا حبينا ندخلوا هالقرار هذا في القضيه، وقلنا راهو هذا اجراء جاء من بعد ومن حقنا وان نطعنوا فيه. وبالتالي اليوم التاس قالت لنا لا، تمشيوا تطعنوا فيه وحدكم ونحفظوا لكم حقوقكم في الطعن، دونك هذا يولي قرار مستقل بذاته. اللي باش تمشيوا تطعنوا فيه الجاي شنو معناها تجميد نشاط؟ هو ظاهر هما سموه سسبونسيون بروفيزوار، تعليق مؤقت، تعليق عضويه مؤقت، طبقا الفصل 15 من ستاتيو نتاع الفيدراسيون. هذا تو قرار باش نشوفوا، احنا نستناو جلسه عامه ولا نمشيو نطعنوا فيه، هذا بالدراسه من بعد مع الهيئه المديره ومع لجنه الدفاع ككل. باختصار احنا نفهم، بسط لنا شويه استاذ، الشابه اليوم رجعت ولا ما رجعتش معناها للبطوله؟ اليوم القرار الاصلي والهام واللي تفرعت عليه برشا قضايا، اللي هي قضاء القرار نتاع 17 اكتوبر 2020 المتعلق بالميز ونين اكتيفيتي، هلال الشاب انتصر في هذا القرار وربح وابطل هذا القرار الهام. وبالتالي اليوم احنا في وضعيه نشاط عاديه، ماناش في وضعيه تعليق نشاط طبقا للفصول هذوك 29 و30 و31 نتاع ريغلومون جينيرو نتاع الفيدراسيون. الخطوه الجايه شنو باش تكون ان شاء الله؟ مازلنا شنو درسوا توا، المهم انه هذا القرار ابطل الاهم من ذلك، ننتظروا تفاعل الجامعه مع هذا القرار ونشوفوا مع هيئه الدفاع ككل مع الهيئه المديره وندرسوا خطواتنا الجايه ان شاء الله في الابداع. نحن القرار ما عندوش حتى نص ساعه من اللي جانا، دونك يتطلب التروي والتاني في الدراسه الساعه. باهي باش نفهم استاذ، هو فما كانوا زوز حاجات، كان فما انزال الفريق وحل الفريق هكا ولا؟ اي نعم. اللي جاء اليوم هو نتاع حل الفريق وايقافه عن كل النشاط، معناه مازال معناه الديسيزيون اللي جاء اليوم هو تعليق النشاط وانزالنا الى الدرجه الاخيره من البطوله. الزوز مع بعضهم؟ هذا القرار ابطل قرار 17 اكتوبر، ناكد انه قرار 17 اكتوبر 2020 تم ابطاله بمقتضى قرار تاس، هو ذا الطعن الاساسي في الملف، هو الطعن الاساسي قدام التاس. واضح، معناها باش تمشيو توا باش تكون فما قلت لي من الجلسه العامه ولا حاجه كيما هكا، شنو هي بالضبط؟ فما قرار اخر صدرته الجامعه نهار 30 ديسمبر 2020 قالت فيه لا سسبونسيون بروفيزوار لهلال الشابه الى حين انعقاد جلسه عامه في الغرض. احنا طول الجلسه العامه اللي تمت الدعوه عليها الى حد الان لا تم معناها لنعرف موعدها وقتاش، لنعرف كيفاش، ونتصور باش نشوفوا تفاعل الجامعه مع المساله هذه وندرسوا مع هيئه الدفاع شنو الخطوات القانونيه الجايه اللي باش نتخذوها. باهي، الموسم هذا باش تكونوا في البطوله ولا؟ هذا اللي حاب يفهم المستمع البسيط معناه. هو الموسم هذا من المفترض وانه بابطال قرار التاس، بابطال قرار نتاع 17 اكتوبر، نكونوا من حقنا ممارسه نشاطنا الرياضي ابتداء من اليوم. ولكن قرار سسبونسيون اللي صدر من بعد وهو اللي الغايه منه بلوكي لا سيتياسيون هذه دو بلوكاج الى حد الان هي مع تفاعله في انتظار رفعها. علاش صعبتها التاس استاذ؟ حس كلي صعبتها، ما تحكم في الزوز. الحقيقه مازال هو الحقيقه مازال ما عندناش احنا القرار محيط، احنا جانا ديسبوزيتيف فينال نتاع القرار فقط، معناتها نص الحكم مش حيثيات الحكم باش نعرفوا علاش اختارت. ولكن التاس
اللي قالته في خصوص قرار 30 ديسمبر، قالت وأنه هذا القرار يجب الطعن فيه بصفة مستقلة، والمحكمة الرياضية الدولية تضمن حق هلال الشابة في الطعن فيه من جديد. نفرض استاذ ما مشيتش الجامعة في الدعوة الجلسة العامة وقاعدة تؤخر، شنو باش تكون الوضعية معناها؟ باش يكون حلنا في التاس بطبيعة ديما احنا معناها تعاود ترجع من جديد. في النهاية اللجوء إلى الهيئة الدولية هي التي باش تفضل المسألة هذه، وباش تكون وراها الفيفا هي الضامن الأساسي لحقوق الأندية في النهاية. معناها تعاود ترجع من جديد وبروسيدور واحدة أخرى ولا كيفاش بالضبط؟ باش نشوف ونستناو عام آخر ولا شنو هو معناها؟ خلينا لكل حادث حديث، خلي لكل حادث حديث. هذه وضعية تطلب الدراسة، نشوفوا تفاعل الجامعة، مازال القرار عنده نصف ساعة من الهبط، نشوفوا الجامعة كيفاش باش تتفاعل، نشوفوا الجمعيات كيفاش باش تتفاعل، ثم لكل حادث حديث. باهي أستاذ، أكيد الفريق الضر لحباء الضر ومنهم جمعيتهم قاعدة عام كامل ما تلعبش، هم لاعبية ظهر لي كيف عام كامل، مجرب هيئة واقفة عام كامل، باش تطلبوا تعويضات معناها اللي صار هذا الكل ولا كيفاش بالضبط؟ ما زلنا ما حكيناش في المسألة هذه. من المؤكد انه احنا اللي فهمتوه الناس كله انه هلال الشاب بهيئة المديرة بالشوابية الكل راي ما ضيعش حقوقها وراي تسعى في استرداد حقوقها وما تخليش حقوقها تتضم، وبالتالي اليوم اذا عندنا حق احنا رانا باش نشدوا شرطه، واحنا رانا باش نجري وراه باش نحاولوا نسترجعوه بالطرق القانونية التي يتفلها لنا القوانين سواء الرياضية ولا حتى قوانين الدولة. واضح، يعطيك الصحة، شكرا لك أستاذ على كل هذه التفاصيل ما ديتنا بها بخصوص ديسيزيون تاع التاس اللي هبط تقريبا منذ لحظات 5 دقائق ولا 10 دقائق تقريبا، بإيقاف تنفيذ الديسيزيون تاع الجامعة، بإيقاف هلال الشابة عن كل نشاط، يعني بالديسيزيون هذا هلال الشابة يعود للنشاط. نورمالمون نستناو يكون موجود في الرابطة الأولى العام الجاي في انتظار تطورات أخرى، نستناو أيضا موقف الجامعة شنو باش يكون الموقف بتاعها. هذا الكل موضوع مسلي للمتابعة، إن شاء الله ما يتوالش يزيد يتوال أكثر، خاطر كما تسمعوا في الأستاذ متشعبة شوية الأمور. على كل فاصل الموسيقى بعد شوية نكملوا آخر جزء من حصتنا اليوم في البداية.